يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صحابينا اليوم ونجمنا اليوم ذكر اسمه في كتب الأدب حين يتحدثون عن الأمثال، وكان معروفا بعلاقاته مع النساء، حتى ذكر المثل أشغل من ذات النحيين فيه. ذات يوم وقد تاب وجاء إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات. فلما رجعوا وقد جلس كل منهم في خيمته ليرتاح من طول السفر، خرج هذا الصحابي الجليل من خيمته فوجد بعض النسوة يتحدثن من الإماء ومن الخادمات آنذاك يعددن الطعام للجيش. فنظر إلى خيمة رسول الله فوجدها بهدوء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويرتاح. فرجع إلى خيمته فتعطر ولبس ثوبا جديدا، ثم جلس مع النسوة يتحدث معهن وكأن فيه بقايا ذكريات الجاهلية. لكنه من سوء حظه أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجأة من خيمته، ينظر من هذا الصحابي الجليل مع النسوة. قال له: يا أبا عبد الله، ما تفعل مع النسوة؟ قال أبو عبد الله فاختلط علي، ماذا أقول لرسول الله؟ قال: فقلت له: يا رسول الله، شرد لي بعير فجئت أطلب له عقالا. فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله. قال: ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع رآني أمام خيمتي فصار يناديني: يا أبا عبد الله، ما فعل شرود جملك؟ قال: فصرت أخجل وأطرق رأسي خجلا. قال: فما كان يجدني في طريق أو في مكان إلا وقال تلك الكلمة: يا أبا عبد الله، ما فعل شرود جملك؟ فأستحي. فصرت آتي آخر الناس إلى المسجد حتى أخرج أولهم منه، حتى لا يعاقبني النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. قال: ذات يوم اشتقت للمسجد، أريد أن أصلي وأجلس فأطيل السجود والجلوس في المسجد، فاخترت وقتا لا يأتي فيه رسول الله إلى المسجد، فصليت ثم صليت، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من إحدى حجر نسائه، فيرى من في المسجد؟ يرى أبا عبد الله يصلي. يقول وهو راوي الحديث: فصرت أطيل في صلاتي لعله يخرج قبل أن يقول لي تلك الكلمات. قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم جلس، فرأى أني أطيل الصلاة، فقال لي وأنا أصلي: صلي يا أبا عبد الله ما صليت، فوالله لن أخرج من المسجد حتى أقولها لك. قال: فعلمت أنه ينتظرني، فبعد ذلك جئت إليه وقلت: يا رسول الله، والله ما شرد لي بعير وما فعلت، لكن كان من أمري كذا وكذا. قال: فقال لي: رحمك الله، واستغفر لي ولم يعد يقولها لي. هل عرفتم من هو هذا الصحابي الجليل؟ اكتبوا لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمتم للواحد الديان والمصطفى الهادي.